السلام عليكم مجددا، اهلا وسهلا بالجميع في قناه شابيونيس كانالي ام، قناه بطل. اليوم غادي نتكلموا على واحد الحاجه مهمه جدا، وخصوصا كما تنعرفوا حنا في هذا الوقت هذه جالسين في الدار. اغلبيه الابطال او الرياضيين جميعا كلهم جالسين في الدار وما تيديروا والو، لكن بغينا نهضروا اليوم ونناقشوا هذه المواضيع اللي هي مهمه جدا، وخصوصا الجسم ديالنا اش يوقع عليه بعد المرور ديال الوقت اللي ما بقيناش تنترينو. بعد الفاصل كما قلنا بان المشكل كاين بزاف ديال الابطال والبطلات او الرياضيين بصفه عامه اللي تيجلسوا في الدار، وخصوصا هذا الوقت هذه كاين جالسين في الدار ما تيديروا والو. هذا اكبر مشكل تيديروه الدراري وخصوصا في هذا الوقت. لهذا خاصنا نحاولوا نترينيو ولو في الدار، لان الدار مهمه نترينيو فيها. لان المشكل علاش؟ لان المشكل ديال الجسم ديالنا تتمشي منه القوه، السرعه، وكذلك التقنيات، ثم كذلك لا فورس ديال الرجلين، لا فراب ديال ليديل ديال الكتاف، لونغار ديالنا، السرعه ديال الرجلين، كذلك البطن، ويني تنقولوا الكرش اللي تولي تبارك الله فيها الدهنيات. يعني هذا اكبر مشكل. بقيت باش تبغي تعاود ترجع للنادي تتلقى اكبر مشكل هو السفل ما تيكونش عندك. المشكل ديال الكرش راه اكبر مشكل. هذا ضروري اننا خصنا نترينيو ليزابدومينال الكرش ديالنا، لان الكرش ديالنا هي اللي تعطينا القوه ديال اليدين او الرجلين او كوراكور فاش نكون انا والخصم. الكرش راه مهمه، لهذا خاص لابد ان تريني الكرش وتريني الفخاد ديالي اللي تيجمعوا الجسم ديالي كامله وقت الضربات، وكذلك خصني نتريني الكتاف ديالي اللي تنكون هاز لونغارد ديالي. المشكل دائما تنبقاو جالسين في الدار وما تنديروا والو، الفيسبوك واتساب انستغرام، لكن راه تتعرف بانك عندك مسؤوليه ديال الجسم ديالك، مسؤوليه ديال الرياضه ديالك، مسؤوليه ديال الجسم ديالك اللي هو تحتاجه في المقابله، سواء كنتي هوات او كنتي محترف او كنتي كمدرب. يعني كمدرب ضروري انك تكون دائما تستعمل الرياضه داخل المنزل او خارج المنزل الا عندك واحد الساحه ديال الجرده انك تخدم فيها. كاينين التقنيات اللي تنكونوا تنعملوها في وسط المنزل، ما تطلبش واحد الماتيريال بزاف، واحد الالات اللي هي كثيره بزاف، بالعكس تحتاجوا فقط الرغبه والاراده لي باش اننا نكونوا نوصلوا الهدف ديالنا. بعد اتصالي تنشكر جميع الابطال والبطلات اللي تيتصلوا في القناه ديالي او في الهاتف ديالي وكذلك في الفيسبوك اللي تيسالوني الاستاذ مجيد اش خصنا نديروا في هذا الوقت. هذه ضروري انك تستعمل الرياضه داخل المنزل باش وقيت باش تحل لاصال مجددا ان شاء الله، او انك فتكمل تبدا البطوله الوطنيه او الجهويه او الاوروبيه او الافريقيه والعالميه تلقى راسك راك وجدتي، لان الاستاذ ديالك حتى هو تيكون عنده رغبه باش يدخل لاصال باش يعاود يرجع داك الشيء اللي فات باش يعاود يحقق القاب وابطال يكونوا في المستوى كما كان. لكن الا بقيتي جالس في الدار وتجي لاصال تعرف بانه راه الجسم ديالك تيتعذب، الجسم ديالك تيولي فيه يوقع عليه دي الشرور ديالو بقيت فاش تكون تتريني. بطبيعه الحال بعض الاحيان تجي يعني البروغرام البرنامج ديال الاستاذ تيكون قوي شويه تلقاك انت ما ترينيتيش، وهذا اكبر اخطاء اللي تيديروه الابطال. تنهضر على الابطال ديال الهوات لان ما تهضرش على ابطال العالم. ابطال العالم تعرف هذاك العمل ديالو ضروري ان خصو لانتريمون خصو المجهودات كل يوم. تهضر على الهوات المبتدئين انك خصك لابد باش توصل لك الابطال المغاربه كامل او العرب او الاوروبيين او العالميين لابد ان خصك تتريني. المثل القديم وتنعرفوه كحنا مغاربه داخل هذا الوطن، من جد وجد ومن زرع حصد. لهذا خصنا دائما نترينيو، دائما نكون في لياقه. كما قلت قبيله الاخطاء اللي تيديروها الدراري هو فين تيكون ما تيوصل البطوله عاد تيبدا تتريني،
فهذا اكبر خطأ. لا، على الاقل البطولة بقات لها 4 شهور، خصني نتريني في هذيك 4 شهور، ربما تقبض الميزان، يلا باش ندير السوفال، باش نحفظ التقنيات الجديده اللي عطاها لي الاستاذ اللي مشى هو دوز تدريبات مع الابطال العالم الاساتذه واخا يعني خبراء، تنجي كذلك تنولي عندي لياقه ديال الرجلين، لياقه ديال الكتاف، الجسم كامل، لياقه كامله البدنيه كامله هي، ثم الاستراتيجيه ديال المقابله كيف غادي نلعب. بطبيعه الحال الا بقيت جالس راه تيتمسالي عليا كل شيء، هذا الشيء هذا باش نعرفوا راه تيتنسى كل شيء هذا. علاش قلتي تنسى كل شيء؟ بطبيعه الحال يعني الخبره ديال الابطال والخبره ديال جميع اللعابه، اغلبيه الوقت فين تعاود تريني راه تتمشي لك لا تكنيك، هذه فروغ منها، ماشي لا تكنيك تمشي لك لاو كيك، لا تتمشي لك لاو كيك ماشي هي في الوقت اللي كان عندك في الانترينمون باش نكون واضح، تتمشي القوه لاو كيك او فرونتال او جونوكياتا حتى مثلا او الكومتا او الديريكت تيمشي لك، ما تلقاش عندك لافرا بصفه عامه، لافرا ما تلقاش لان ما تلقاش الانترينمون. ولهذا تنحاولوا اننا نترينيو لانتريمون اللي غتكون عندنا في المنزل باش وقيت باش نرجعوا للصان نقاو راسنا بخير، نقاو راسنا مجدل البطوله، وبالعكس يعني باش ما وجدتي راه احسن. تنعاود ننصح الابطال باش ما وجدتي هذا، ثم كذلك مشكل كبير وكبير ديال الميزان اللي تنكرسوا في هذا الوقت ديال كورونا فيروس اللي تناكلو يعني جالسين مع الخوت هذا واجب، لكن تبقى تناكلو وما تنعرفش راسي راه غادي نفكر راه عندي الميزان، تنطلع تنسوبر الميزان بواحد 6 كيلو 7 كيلو تبقى البطوله تنبقى تنحرق الجسم ديالي، تبقى تنحرق فيه وقيت باش تنطلع البطوله ما تبقاش عندي لافرا بغرما انا تنتريني مزيان، لكن راه نسيتي بان لافرا راه مشات، لان الجسم ديالنا فيه العظام فيه اللحم ماشي شي حاجه اللي يمكن لك تعوضها اكثر، لا باش ما سبقتي درتي البرنامج ديال الجسم ديالك راه تيعطيك، الا حرقتي الجسم ديالك راه ما عمرك غادي توصل للمستوى اللي كنتي تا فيه او انك راغب فيه، فهمتي؟ فهذا اكبر مشكل اللي تنتمنى ان الابطال يكونوا دائما تحطوا واحد البروغرام في مستوى قدام عينيهم، لان باش توصل راه ماشي سهل، ولكن ممكن توصل بالمجهود ديالك الفردي اولا، المجهود الفردي اللي تيلعب دور بالنسبه للرياضي، ثم المجهود الاخر اللي تيكملوا لك الاستاذ تكون عنده خبره باش انك توصل، فهذا مهم جدا. الاستاذ راه مهم طبيعه الحال، فاش ما تيكونش حداك الاستاذ تدير داكشي اللي بغيتي، لكن اذا كان حداك الاستاذ راه تدير واحد المجهود. حاول انك تتعلم او تعلمي انك تحطي راسك بحال الاستاذ ديالك، كاين موجود حداك غادي تهضر معاك انا فقط كانك في المنزل. تدريبات راه مهمه، تدريبات راه هي كثيره بزاف باش ندور، لكن في تدريبات في وسط المنزل نطبق راسي كانني الاستاذ ديالي، لانه الاستاذ راه دائما كالاب وكذا المعلم ان يكون رسولا. يعني هذه المسائل الامثله مهمه جدا في الحياه الرياضي. لهذا في وسط الصال تنستعمل اكثر، في وسط المنزل لابد تنستعمل اكثر، ثم الى خرج الهواء الطلق كذلك تندير اكثر، يعني ثلاثه، يعني المنزل النادي والهواء الطلق، يعني تلوث عندك 50 في 50 في 50 150 درجه، وما شاء الله 150 درجه ديال طلانطريما اللي درتيها في وسط المنزل وفي وسط لاصان وفي الهواء الطلق، يعني راه انت في المستوى العالي. الى البطل وبطله نصيحه لكم، الى تتريني مزيان وفي وسط المقابله في وسط البطوله ما درتي والو، بطبيعه الحال تقول ترجع بان اشنو ما درت، علاش انا ترينيت بزاف وما مثلا اللاعب ما طاحش كاو، او مثلا رجليه ما مشاتش مزيان، او لونغارديان، عرف راسك بانك راك خدمتي عن طريق العلم ديال الرياضه، لان الرياضه راه علم، يعني خطاتي في البروغرام البرنامج ديال الرياضه. المساله المهمه جدا وهي قضيه الرجلين، فاش تنعرفوا نضربوا بالرجلين ديالنا تنعرفوا تنضرب رجليه طوال الهايت، لكن بعد مرور الوقت رجليه تتعقدوا لي نورمال، لانه الجسم لتحت عندنا المشكل تيتعقد ما تبقاش لانطريما تيتعقد. ولهذا حاولوا الا ترينيتو في لاصال بديتو لاصال حاولوا تريني واحد المجهود بزاف، ما ديروش لان غيوقع لك دي الشهور لتحت، ولا وقع لك دي الشهور جلس واحد 4 شهور ولا 6 شهور وتتمنى هذا الشيء ما يوقعش. لهذا حاول في المنزل، تنهضروا على المنزل، انك تقوم بالحركات ديال لا سوبليس كلها هي،
مثلا نختصر بكليه تتعملها في المنزل ديالك وتتقاد انت البروغرام ديالك الخاص لانك انت رياضي، لانك في وسط الصيف فاش تدخل لابد انك خصك تسجل جميع الحركات التي يقوم بها الاستاذ ديالك. المساله الاخرى وهي المساله الاهم هي لونغر ديالك. لونغر ديالك خاصني لابد نتريني في وسط المنزل بليزونتير ديالي وامام ديال المرايه باش نشوف الاخطاء ديالي واش هابطين ولا طالعين ولا نازل ولا غادي قدام ولا هادي اللور واش هابطه هادي. ثم كذلك نبقى الموفي موفيمينتو يعني نبقى تنبوجي تنشوف واش ليديا باقي ليا الفوق ولا هبطوا ليا لتحت. هنا تنحاول نخدم الجسم ديالي والعقل ديالي والنظر ديالي امام المرايه باش يكون عندي المستوى العالي الى مشيت المقابله او انا بدات المقابلات ديال الوطنيه او انك بدا لاصان ديالك تلقى راسك انك راك هاز لونغار ديالك وراك في المستوى الكامل. ديما تنبقاو في المساله ديال لونغارد، مساله لونغارد ثم تنديزو الضربات ديال اليدين تما مهم جدا. حنحاول نشوف واش تيمشيو سرع، نحاول نشوف واش هما في التقنيات. من طبيعه القوه راه ما غاديش تديرها في الفيديو يعني في الهواء، ما يمكنلكش تقارن القوه يعني نقص القوه يوقع لك كلاكاج او يوقع لك تمزق. لهذا تنحاول نخدم التقنيه والسرعه وتنشوف راسي واش انا هو واش لونغار تيمشيو ليا مع الكتاف ديالي ولا ما تيمشيش ولا ميشوار ديالي واش هابط لتحت ولا لا. بقيت باش نضرب واش عينيا هابطين لتحت ولا الامام. هاد النقاط كلهما مهمين وقيتها فاش كنت نخدم ليديا مع الكتاف ديالي. تندوزو كذلك الوضعيه السليمه ديال الرجلين اللي تيكونوا دائما امام الخصم سواء كتوقف باليسر او تتوقف باليمين مع لونغار ديالك مع الموفيم ديالك. هادو ثلاثه نقاط مهمين جدا وضروري. نتمنى هذا الفيديو هذا يوصلوا لجميع الاخوان والاخوات الى الاصدقاء ديالهم باش يستافدوا مزيان بان ثلاثه نقاط ديال لونغارد وضعيه صحيحه والبوجي بقيت باش البوجي تتحرك تالموفي يعني واش كاين ليديا والديرين في المستوى وعينيا واش امام الخصم. ثم تنشوف واش هادو كلهما. تندوز النقطه الرابعه وهي البلوكي. البلوكاج اللي تيكون مهم جدا انك دائما خاصك تدي عليه باش هاد الرجل لاكوش يعني الفخاد ديالك ما يتشرقلكش وقيته باش كنت تلعب سواء انت توقف اليمين او اليسر. ضروري انك حاول تزيد تهزهم بقيته ريفلكس ما بين الدماغ والعين والجسم ثلاثه يعني ما بين الدماغ والعين والجسم اللي تيكون واحد السرعه تستعملها الجسم باش انك تبلوكي هذاك اللوكيك او انك ترجع اللور وتعاود ترجع. هذه نقطة مهمة باش نبقى دائما في هذا المستوى اللي هو ضروري لجميع الأبطال والبطلات. اليوم قدمنا في بعض المعلومات قليلة ومن بعد إن شاء الله غادي نقدموا بعض معلومات خاصة جدا دائما في المستوى العالي. وتتمنى من جميع الإخوان والأخوات أن هذا الفيديو هذا يوصل واحد ألف مشاهد واللايك وتكتبوا جميع ما حبيتوا أي حاجة بغيتوها وتمنيتوها نجاوب عليها ان شاء الله. وما تنساوش تسجلوا في القناه وتنشروها مع الاصدقاء ديالكم من قناه بطل ام مجاهد محمد. والسلام عليكم ورحمه الله.